السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا مزيانين بصحة جيدة. اللي ماشي على شي 20 إن شاء الله بإذن الله. دابا حنا كنتواجدو في دير بوجراح، بيت صراحة الله ملوم بزاف، باقيين مساحات مختلفة، مبقاوش بزاف، بقات شي حاجة قليلة. كاين لاسانسور كما كتشوفوا الداخلة، هادي المراية، كاين الماء وكاين ديال الضو هنايا، زعما الدخلة في المستوى. كنتمنى تكونوا مزيانين، تشجعونا تشتركوا، حيت اغلبيه الناس اللي كيتفرجوا 75% من الناس اللي كيتفرجوا في القناه ديالي ما كيشتركوش، ما عرفتش علاش، وعاودي كيدخلوا يتفرجوا وشحال منهم شراو صراحه الله ما كيشتركوش في القناه، ما كيدعموناش، ما كيديروا لا لايك لا ابوني لا حتى شي حاجه. هاد القناه بغيتها تكبر باش كلشي يستافد منها، ما شريتيش اليوم غتشري غدا ولا بعده. كما كتشوفوا الدخله هي هذه، هذا ماشي امر مني كنقول لكم تابونا، ولكن تشجيع ليا باش نبقى ننزل لكم فيديوهات. انا خدام الحمد لله، اللهم لك الحمد، انت اللي كتستافد مني وانا عاوتاني كنستافد بالبيع ان شاء الله. ما استفدتيش انت، يستافد الصديق ديالك الاخ ديالك. الدخله هذا لاسانسور، كاين هذه بقى وحده هنا ارضيه، الثمن ديالها 47 مليون الثمن التالي، فيها مساحه ديالها 85 متر عفوا ماشي 84. عندنا كاين واحد السيد كيشوفها، كندخلو كنجبرو صالة، هي هادي صالة بستيجور هنايا، بيت الأولاني هو هذا، عندو بلاصة التلفازة، هذا بيت الثاني الصاجم ديالها عالي شويه، هذه ماشي من الارض، كاين كراج من تحت، باركي ديال الطوموبيلات داخل معها حتى الباركين ديال الطوموبيلات، مساحه ديالها 85 تيتري، ديكلاراسيون 100% 100%. هذه دوتشا، شوف البلاصه ديالها هي هذه، وهذه كوزينه، هذه 47 مليون الثمن الاخراني والديكلاراسيون 100%. وعندها فاتيو ديالها، فاتيو ديالها كبير، كنتمنى يعجبكم الفيديو، نخليكم مع الفيديوهات الاخرين، باقي غنصور 114.